السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كان عدد بتاع مجلة تويك، وكنا شفنا فيه بعض أدوار من كأس العالم للشطرنج. مبدئيا يعني ايه الفرق بين وورلد تشيس كاب وورلد تشيس شامبليون؟ وورلد تشيس شامبليون دي بطولة العالم للشطرنج، دي بتبقى دايما ما بين متحدي ومتحدي، بتتعمل كل 3 سنين. خلينا كده نشوف ويكيبيديا قايل عليها ايه، ونشوف مين الابطال الموجودين وهكذا. بطل العالم هو كارسن حاليا، لان برضو الناس كانت برضو بعض الناس، طب ازاي يا عم الحاج احنا بطولة العالم شغالة واحنا الدنيا بتاعتها ايه؟ طيب بطولة العالم للشطرنج، بطل العالم الحالي هو كارسن، عنده 30 سنة، من النرويج. الريت بتاعه أعلى ريت حد قدر يوصله في التاريخ. هيلاعب إيان نيبوفيتش، ده روسي جراند ماستر، وده الدنيا بتاعته. إيان هو طبعا طبعا جراند ماستر، يعني مش محتاجة يعني الكلام. الراجل كسب بطولة روسيا، وخد بطولة أوروبا قبل كده، وخد بطولة تال أو ذكرى تال، وخد كذا بطولة من البطولات، وكسب كمان بطولة فرق العالم. نتائجه فظيعة، يعني نتائجه فظيعة جدا مع أبطال العالم. تعلم شطرنج وعنده 4 سنين ونص، اتكلم كده في حاجة يعني فظيعة. كان جايب الكوتش بتاعه مين، وهو عمل ايه وبتاع، يعني خلينا نقول ان هو ده بطل العالم او متحدي بطل العالم على البطولة. الراجل يعني خلينا كده، ده كده الهيستوري بتاعه. برضه احط لكم اللينك بتاع ويكيبيديا، هو موجود. طيب اعلى ريت وصل له، خلينا نشوف اعلى ريت وصل له، او ريته الحالي هو 2792، داخل على 2800. هو دلوقتي في قمته، لان اعلى ريت وصل له هو البيك بتاعه، تمام. هو رقم 4 على العالم حاليا. طيب ده كده متحدي بطل العالم، لاعب كارسن. كارسن هو بطل العالم الحالي. بطولة العالم قامت كذا كذا مرة، خلينا نشوف الدنيا بتاعتها. باي ذا واي برضو، انا برضو عايز اقول حاجة على متحدي بطل العالم، ان الراجل ده كانت نتائجه رهيبة ضد ابطال العالم اللي قبل كده، ودي حاجة من الحاجات اللي هي القوية جدا ليه. كسب يعني يمكن تقريبا ما عمل نتائج مع كل ابطال العالم قبل كده اللي صح. فدي برضو نقطة من النقط اللي هي تعتبر قوية جدا لصالحه الراجل. طيب امال احنا ايه كأس العالم، او ايه الدنيا اللي شغالة دلوقتي، او ايه الموضوع يعني؟ خلينا كده نشوف الدنيا بتاعت البطولة، ومين مين هو والدنيا بتاعتها. طيب مبدئيا الكانديديت اسمها في بطولة اسمها كانديديت تورنمنت. كانديديت تورنمنت بيطلع منها الحد اللي بيتحدى بطولة العالم، يعني اللي بياخد بطولة بيكون معاه لقب. وكانديديت تورنمنت هو كسب بطولة كانديديت تورنمنت بتاعت 2021، فأصبح إن هو عليه إن هو يلاعب بطل العالم بعدها. طيب يعني خلينا نقول إن الراجل ده إنجازاته إيه، أو عمل إيه، أو الدنيا بتاعته إيه.
خد بطولة الكانديديت قبل كده، خد وورلد تشيس كاب في 2019، كان من التوب، وهكذا يعني. دي كده ايه الدنيا بتاعته، ودي نتيجة الكانديديت تورنمنت. كان التورنمنت كان هو جاب فيها 8.5، يعني الراجل اتعادل اتعادل. ادي كده النتائج بتاعته في بطولة العالم، هو أعلى حد، بعديه ماكسيم، بعديه إنيش، بعديه كاروانا، وكاروانا حد يعتبر رقم 2 دلوقتي، وبعديه دينج اللي هو أكتر حد في الصين حاليا، وبعديه ألكسندر، وبعديه دول كده التمانية اللي كان طلع منهم حد عشان يبقى بطل العالم. طيب البطولة هتبقى فين، او كانت فين يعني، مش هتلعب السنة دي، في نهاية السنة دي. دي كده بطولة العالم. احنا بس ايه بطولات العالم اللي قبل كده برضو، دي بطولة العالم دايما بتبقى ما بين بطل عالم ومتحدي، عشان كان برضو الناس بتسأل هو احنا طب هي البطولة بتاعت دلوقتي ديت ايه دنيتها، تمام يعني. طب احنا دلوقتي ازاي دي بطولة العالم ودي بطولة العالم؟ لا، ده كأس العالم ودي بطولة العالم. بطولة العالم قبل يعني، او قبل ما تتعمل، اول حد كسب فيها هو ويليام شتاينز، كانت سنة 86. قبل كده كان الواخد او افضل حد في العالم كان بول مورفي، بس ما كانش اوفيشال عمله بحاجة اسمها بطولة العالم. كسب اندرسون، وكان في قبل كده يقال ان ده بطل العالم، ان ده افضل حد في العالم، لكن ما كانش رسميا ان اتعمل اتحاد الشطرنج جواه او اتعملت بطولة العالم. اول حد خدها شتاينتس، وشتاينتس اخدها من سنة 86 لحد 94. بعد كده خدها لاسكر، لاسكر خدها من 94، ولاسكر اكتر حد خدها لحد 21. بعد كده خدها كابابلانكا، ويقال عنه ان هو افضل لاعب في التاريخ، رغم ان هو خدها بطولة واحدة بس من 21 لحد 27، راحت منه لألكسندر إليخن، اللي نفسه قال ان انا لحد ما مات كابابلانكا كان اي مسابقة بيخشها كابابلانكا هو اللي بياخد الاول، وإليخن ما كانش بيقدر ان هو يدخل فيها. وإليخن عمل حاجة ان هو غل او مش غلس، لما تحدى كابابلانكا زود من سعر الجائزة او من التحدي، يعني انت ممكن حد يتحداك على بطولة العالم فانت تقبل التحدي. يعني مثلا على سبيل المثال لاسكر ما كانش مؤهل ان هو يبقى كانديديت ل شتاينتس، ولكن تحداه على اللقب، لما تحداه على اللقب خد منه اللقب وخلاص، ورجع بقى ايه شتاينتس ما قدرش يعمل حاجة تاني، تحداه شتاينتس تاني على اللقب، فكابابلانكا كسبه، فضل تعبان لحد ما مات. لاسكر لما خسر من كابابلانكا قال هو عارف ان كابابلانكا كان اقوى منه، ما تحدوش تاني، ان هو قال انا شفت في حياتي ناس كتير جدا، وشفت اقوياء، وشفت ناس اقوياء جدا، لكن ما شفتش حد خالص زي عبقري زي كابابلانكا. كابابلانكا لما راحت منه لإليخن، إليخن كان مدرك تماما ان هو كابابلانكا اقوى منه، فبالتالي لما تحدى تاني صعبها عليه، ان هو محتاج ان الجايزة تكون اكتر عشان يقدر يقبل التحدي، وما كانش هو قادر في وقتها ان هو يجمع ناس تدفع عشان خاطر بطولة العالم. بعد كده هو اتعمل اتحاد، بوفاة إليخن اتعمل الاتحاد العالمي للشطرنج، وكان ماكس ايوي بطل العالم، هو خدها يعني، هو خدها من إليخن وبعدين رجع تاني لإليخن يعني. وحتى باي ذا واي ماكس ايوي لاعب كابابلانكا وما خدش منه دور خالص مع كابابلانكا. كابابلانكا كان حد فظيع، ما كانش بيخسر، كان نادرا ما يخسر يعني، قعد 7 سنين ما خسرش ولا دور. بعد كده خدها بوتفينيك، فضل بقى مع روسيا. بوتفينيك عملوا بطولة فيها كذا حد من أبطال العالم، لما توفى فجأة إليخن وهو بطل العالم، فجابوا أفضل لعيبة في العالم، كان كاريس وفلور وماكس ايوي ولشيفسكي، وعملوا زي بطولة مين هيجيب فيها أعلى نقط، فكان بوتفينيك. بوتفينيك طبعا كان حد
قوي جدا. اتعمل بقى السيستم واتعمل اللي هو التقييم، قبل كده ما كانش فيه تقييمات، بدأت التقييم بقى بتاع الشطرنج يتعمل والاتحاد العام يتعمل. بعد كده مسكوا بقى ناس مختلفة، فأثناء فترة يعني مثلا حد ياخد البطولة من كوتفينيك ويرجع تاني كوتفينيك ياخدها، سميسلوف خدها من سنة 57 ل 58، تيل أخدها من 60 ل 61، وبترسيان خدها من 63 ل 69، بعد كده هوت خدها سباسكي، وبعدين خدها بوفيشر طبعا اللاعب المشهور، وبعدين خدها طبعا فيشر ما راحتش منه، هو ما لعبش تحدي مع كربوف، كربوف فضل بطل العالم لفترة من 75 لحد 85، بعد كده خدها منه كاسباروف الفظيع. بعد كده هوت بدأ يبقى في بطولتين يعني، او الاتحاد العالمي يعمل بطولة، وفي نفس الوقت بقى في حاجة اسمها FIDE لبطولة العالم، ودي بعض الناس من اللي خدوا FIDE لبطولة العالم زي ألكسندر خليف مان، وفي حد اسمه بونا معروف، و كيس ماديفيتش وتابلوف، دي ناس اخدت بطولة الاتحاد العالمي للشطرنج. ولكن بعد كده بتبقى العالم العادية او للمتحدين. خد بطولة العالم بعد كده، خد كرامنيك، فاجئنا ان هو كسب كاسباروف في سنة 2000. بعد كده كان باي ذا واي هو من ضمن التيم بتاع كاسباروف، وكان كاسباروف بيستخدمه في تحضير ضد اناند لانه لعب معاه ضده. بعد كده اناند خد البطولة منه، اناند هندي. وبعدين بعد ما اناند خدها منه من سنة 2013 حتى الان خدها كارسن. دي كده بطولة العالم للشطرنج والدنيا بتاعتها، ودول الليدنج عموما اللي كانوا قبل كده، ودي افضل او دول رسميا اهو، تاشتاينتز، وبعدين لاسكر كابابلانكا، اليخن ماكس ايوي، وبعدين خدها تاني اليخن بودفينيك. دي كده بالسنين، سميسلوف، بودفينيك تاني، تيل، وبعدين بودفينيك تاني، بتروسيان، سباسكي، فيشر، كاربوف، وكاسباروف. وبعد كده هوت جه كرامنيك خدها من كاسباروف. بعد كده هوت دي كده الدنيا بتاعتها، ديت بطولة اتحاد الشطرنج اللي اتعملت من سنة 93 ل 2006، وبعد كده ما حدش موجودة، خدها كاربوف، وبعدين خدها خليف مين، وخدها اناند، وخدها بونمنوف، وخدها تابلوف، وخدها كزمندو دوف، مش عارف اسمه قد كده. دي كده الايه البطولات. بعد كده احنا معانا كرامنيك واناند وكارسن. كارسن هو حاليا بطل العالم، وده كده هنا في الرسمة دي بالتواريخ بتاعتها، الدنيا بتاعتها ماشية ازاي. كام مرة خد يعني، يمكن ده ترتيب كام مرة خد بطولة العالم. اكتر حد خد بطولة العالم هو لاسكر، وبعديه جالي كاسباروف، بعديه كاربوف، بعديه بوتفينيك، بعديه اناند، بعديه اليخن، بعديه شتاينتس، بعديه كارسن، وبعديه كرامنيك، و بتروسيان، كابا بلانكا، سباسكي، فيشر، ايوي، سيمسلوف، تيل. دي كده الايه عدد الايه المرات اللي خد فيها البطولة. ده كده من على ويكيبيديا، دي بطولة العالم في الشطرنج اللي هي هتقام في نهاية السنة دي، وده اصلها، ودي الدنيا بتاعتها. طيب الحلقة الجاية إن شاء الله هناخد بطولة كأس العالم للشطرنج. وأشكرك جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.